على جنب بس امسك كتفه لانه كان نام بالحاله اضطر امشي معه وصار ابغى امشي معه زياده كيف الوضع ماسك كذا اتشرحت قبل المقطع انا شو بعده اي معك واضح لما اكون ماسكها بالشكل هذا عادي اذا كان ماشي جنبي او ماشي قدامي بس اذا سحبت عكسي سحبت على ورا ما له معنى اني امسكها كذا يصير الضغط فقط ورا تنقلب الشكيمه يعني امسكها بالرشمه حتى بحبل احسن لي فركب الاثنين على جنب عشان لو سحبت على ورا اكون ماسكها بالشكل ذا على عقف رقبه اثبتها تقدر طبعا تستمر بالاثنين عادي لكن تضغط تمشي معها مسافه يعني اللي تسويه بمترين او نص متر تقدر تسوي في الحاله هذه ولا انت ماسك منها واحد تقدر تسوي مثلا 10 متر 12 متر الا لو ركبت مقود على الرشمه عشان احنا بحاول ادخل تدخل عادي اوقفها ارجعها ورا الفكره في طول الاتصال هي انه كيف تدخل اهم مجرد دخول ما ابغى يطمر طمره او ينحش عني ابغى يدخل بشكل موزون او بشكل صحيح انا تلاحظ اجرب اخوفها من جنب انا واحد خلينا نكتب بالضبط بالرشمه فقط حط مع رقبه بالرشمه طبعا الرشمه صار احسن من النام حركها افضل حطها على ظهرها بالوتير وخليها خليها يسحب يعني مشها كذا مشها ترى بين رجلينها ها ايش هذا ها
لا بهج انا حي بس انا شوف شلون خفت هي ها تدعس برجولها ورا ادري هي متى طب من وين بتروح ها ما سمعت لا اقصد وين بتروح يلا هو شوف اذا لمس عرقوب ها قامت ترقص مره لا مو بينا مشكله مشكله تحت عرقوبها من ورا اي اي وما دخل عقوبها دخل تدعس داعس ثم يعني تعسها لا يخليك تحس بظهره لكن كنا ناشف زي اللي انا وش اقصد دي انا فاهم عليك شوف انا ما فيك الواحد سلاحه ها رجع ورا ولا شيء ها حتى لو عادت تقدر تقطع اصلا عادي لو تسوي بسيمه او شيء زي كذا ممكن يعورها هو دخل بين رجلها خلي امشي 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 انا كان ودي انك تمشي عشان يلمس عرقوبها كذا ادق عليه وس واخيت تسحب السحب ايه ايه حقها تروع شفت ترى كذا لحفت على بطنها دعس عليه شوفي ومع ذلك تتحرك عليه لاحظ يعني شايف الحقنا انا عارف ايه وردها عن الريوس وقفها وسوي عقب الوقفه ذي ايش باقي
لا يعني شوف دقها ريوس انت قاعد تحمس على الريوس. لا انا وش اقصد، اقصد انك شوف، انا اقصد انك ابو الوتير ترد فرس عن الريوس تعلمها مو مشكلة. طيب قاعد ترد فرس انت مخليها تنحاش بالريوس، فهمت علي؟ بالضبط هو هذا اللي جاب العيد. وقف عادي هذا دقها ريوس ويقدر يدق. انا ما ادق ريوس ابغى شيء يستمر الحين. شوف كيف حدث، شوف كيف حدث، عرفت الفكره. هي كل مالها تزيد خوف، عرفت؟ هي مستوعبه. حرك معها وضعها تبي تسوي من وراء؟ ها؟ المشكلة من وراء انه بينسحب. هي اسمع، شوف هي، شوف هي، شوف تحط يلمس عرقوبها، شوف شوف مرة تترقص. لو انك عاسر وين ما تقدر تردها يا ابو الوتير، والله ما تردها، ما في مجال احط احتمال انه بكره. لا انتهى الموضوع. بيد ترى مو واضح مره. عد 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 عدها برخي انا برشني. هي هي شوفها تفحج. هذا قال ايش بقول؟ هذا مطلوب يعني قصدي فكرة انه عرفت انه مهما صار ممتاز ما راح تلعب على مقاله. على قطعتها ودك تاخذها معك، لا تحطها في السيارة. ها؟ اي خلاص؟ يلا.